البداية دائما بأبرز عناوين وأخبار الأخبار المحلية. والأهلي يتعادل مع الأسيوطي سبورت سلبيا. اكتفى الأهلي بالحصول على نقطة واحدة بعد تعادله سلبيا أمام مضيفه الأسيوطي سبورت في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري على استاد أسمنت أسيوط، ليرفع المارد الأحمر رصيده للنقطة الخامسة في المركز الثالث عشر، فيما رفع الأسيوطي رصيده لنقطتين في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة. وتعرض الأهلي لبعض الصعوبات التي واجهته خلال هذه المباراة بعد إصابة مهاجمه عمرو جمال وخروجه من نهاية الشوط الأول، فضلا عن طرد وليد سليمان في الشوط الثاني نتيجة الخشونة المتعمدة. والاتحاد السكندري يعقد مؤتمر صحفي غدا لتقديم حسام حسن للإعلام. يعقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة الدكتور محمود مشالي اجتماعا في 12 ظهر غد لتقديم حسام حسن المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون لوسائل الإعلام. ويتكون الجهاز من إبراهيم حسن مديرا للكرة، وطارق سليمان مدربا عام، وحسن مصطفى وطارق السعيد مساعدين، وعماد المندوب مدرب حراس مرمى، بالإضافة إلى وليد بدر إداري للفريق. ومن المقرر أن يقود حسام حسن وجهاز المعاون تدريبات سيد البلد غدا بمقر النادي في الإسكندرية. وأيضا من النادي الأهلي، شريف عبد الفضيل يقرر الرحيل عن الأهلي في يناير. قرر شريف عبد الفضيل لاعب النادي الأهلي الرحيل عن صفوف الفريق رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل. وجاء قرار عبد الفضيل في ظل سوء الحظ الذي يلازمه مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعد أن تعرض لإصابات متتالية أبعدته عن صفوف الفريق منذ ما يقرب من عام ونصف. وطلب عبد الفضيل من وكيل أعمال البحث عن عرض احترافي في الخارج للرحيل عن الأهلي في يناير. والجهاز الفني للأهلي يدرس التعاقد مع الإثيوبي أوكيري مهاجم الاتحاد السكندري. يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني كارلوس جاريدو التعاقد مع الإثيوبي أوميد أوكيري مهاجم سان جورج الإثيوبي السابق والاتحاد السكندري الحالي، نظرا للإمكانيات البدنية والفنية التي يتمتع بها اللاعب، والذي ظهر بشكل جيد للغاية هذا الموسم ضمن صفوف الدعيم الثغر. ومن المقرر أن تستغل الإدارة الحمراء اتفاقية التوأمة التي تم عقدها مؤخرا مع إدارة الاتحاد السكندري، وتضمنت تبادل مدربين ومعسكرات ولاعبين خلال الفترة المقبلة لحسم صفقة الإثيوبي أوكيري خلال الميركاتو الشتوي. باتشيكو يرفض إعارة مصطفى فتحي. رفض البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك فكرة إعارة مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقي النادي عروضا شفهية لاستعارة اللاعب في يناير المقبل. وكان باتشيكو أبدى إعجابه بمستوى اللاعب وأكد أنه أحد العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها في الفترة المقبلة مع الفريق. يذكر أن الزمالك تلقى عروضا شفهية من أندية مصرية، النادي المصري والاتحاد السكندري والسموحة وإنبي للحصول على خدمات فتحي على سبيل الإعارة في يناير حتى نهاية الموسم، وهو ما رفضه المدير الفني. الزمالك يجهز عبد الملك وفتحي لتعويض غياب حفني. يعكف الجهاز الفني على تجهيز الثنائي أحمد عيد عبد الملك ومصطفى فتحي من أجل اختيار أحدهما لتعويض غياب أيمن حفني صانع ألعاب الفريق عن مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها اليوم الخميس المقبل بالدوري بسبب حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة سموحة. ويرغب باتشيكو في تجربة الثنائي خلال التدريبات، ووفقا لمستوى الثنائي قبل المباراة سيتم اختيار الأفضل للمشاركة أمام الاتحاد.
We'll be right back.